بلا تردد أقول أنها قطعا ليست روتينية. على الأقل انظر إليها أن في ظل ظروف كورونا، العديد من اللقاءات الدولية التي عقدها الرئيس ترامب، بما في ذلك مؤخرا قبل أيام المؤتمر الدولي للمانحين بعد كارثة بيروتشيما، كان عبر الأقمار الصناعية. كان بالإمكان أن تتم هذه المحادثات عبر دائرة تلفزيونية آمنة بين الطرفين، وقد سبق للجانبين الأمريكي والعراقي أن عقد محادثات حساسة من هذا النوع عبر دائرة مغلقة، لكن أن يتم اللقاء في هذا التوقيت وجها للوجه وفي البيت الأبيض ونحن على مسافة تقل عن 80 يوما من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي أمل على الأقل كجمهوري أن يتولى الرئيس ترامب ولاية ثانية يكون فيها أكثر حسما بقضايا عدة في الإقليم من ضمنها وعلى رأسها العراق. ومن هنا فإن هذه الزيارة هي ليست روتينية قطعا، هي زيارة لها ما بعدها، هي ليست مهمة فقط بالنسبة للرئيس ترامب ولا أيضا بالنسبة للسيد الكاظمي رئيس وزراء العراق، وإنما بما بدا من تصريحات الجانبين من إصرار على أن تنتقل العلاقات العراقية الأمريكية في إطار هذا الحوار الاستراتيجي إلى مرحلة متقدمة، خاصة فيما يتعلق باستقلال العراق. أنا لست عراقيا، نعم، وأزعم أني من محبي العراق المنصفين في رؤيتهم للأحداث الجارية في العراق. ما أراه حتى الآن، وقد تفاجأ من المثال الذي سأطرحه، نعم، رئيس الوزراء الذي قام بنفسه باستقبال الطفل الفتى الذي تعرض للإهانة والتجريح من قبل أفراد أقل ما يقال فيهم أنهم مجرمون، من يدعون ويفترض أنهم يحمون النظام العام في العراق، عندما يستقبل بنفسه ويعتذر منه ويحاسب فورا بلا كلام وتصريحات إنشائية، يحاسب فورا الجناة، هذا أعتقد رئيس وزراء جاد بتحرير العراق من عدوه الأول. العدو الأول هم الذين استغلوا ظروف العراق ومعاناته بالاستقواء على العراق، بالاستقواء على الدولة العراقية والاستقواء على الشعب العراقي نفسه.